كاميليا. مين حضرتك؟ أنا مراد. مراد مين؟ مراد الريدي. كنت أشقى طالب عندك في أولى تاني، مش فاكراني؟ عشان القطط. حاضر حاضر. يا خبر يا مراد. مراد. معقولة؟ والله ما أنا مصدقة نفسي. إيه ده؟ ده أنا كأني بحلم. ياه. كبرت يا ولد. هو زمن برضه قبل. تشرب إيه يا حبيبي؟ ولا أي حاجة. أنا مش عايزة أتعبك. بص بقى، أنا هشرب قهوة. أعمل لك معايا؟ والله أنا قهوتي مظبوطة، بس مش عايزة أتعبك. لا أبداً يا حبيبي. لا، محتاجة ونش. أنت ونش. تعال. يلا أنت الونش. ياني. يا خبر أبيض. إزيك يا مراد؟ والله وأنا مصدقة يا ربي. يا كبرت أوي يا أبلة كاميليا. الحمد لله. شطرة يا كاميليا، شطرة. ياه يا مراد، كبرت ما شاء الله. السنين بتجري يا ربي. طب ده انتي كبرتي انتي كمان بقى يا كاميليا. برافو عليكي يا كاميليا، برافو عليكي. بني الجميل الحمد لله ما بيعليش الضغط. كل واحد يا ربي. الحمد لله يا رب، الحمد لله كله حلو. شطورة. عنك أب، عنك. معقولة؟ معقولة القمر يشيل الصينية بنفسه؟ طول عمرك شقي. والله فيك الخير يا مراد. والله زمان يا ابني. وشمعنى أنا بقى اللي افتكرتني؟ عشان حضرتك كنت أحن مدرسة في المدرسة كلها. وأنت كنت أشقى ولد في المدرسة دي كلها. قولي بقى، بتشتغل إيه دلوقتي؟ والله أنا مهندس بترول، بقالي 10 سنين بشتغل في الكويت، ولسه نازل أجازة النهاردة. ما شاء الله، عال. واتجوزت وخلفت؟ اتجوزت 5 سنين وبعدين انفصلت، وللأسف ما جبتش أولاد. يا سيدي، لسه العمر قدامك طويل، بكرة تتجوز وتخلف وتتهنى. المهم طمنيني أنت، عاملة إيه وأخبارك إيه؟ أنا زي ما أنا، ما فيش جديد، كل يوم زي اللي قبله. الجديد الوحيد في حياتي هي الأخبار اللي مش بلحق أعرفها من كتر سرعتها. وما ولاد حضرتك عايشين معاك هنا؟ لا،
أنا عايشة لوحدي من ساعة وفاة المرحوم. هاني واخد شهادة سياسة واقتصاد واتجوز وسافر بره عشان شغل. طبعا نهى بقى محامية وعندها عيلين ربنا يعينها عليهم. أما كريم فبيشتغل في دبي. يعني كده مفيش غير مدام نهى بنت حضرتك هي اللي بتسأل عليكي؟ يعني مش بالظبط، كل فين وفين كده، يعني في عيد الأم مرة، في العيد الكبير برضو مرة. يعني وده بيبقى بالتليفون طبعا، أنا حتى ما جبتش موبايل مش بعرف أستعمله. مين يشوف طلباتك احتياجاتك؟ صفاء بنت الجيران في الشقة اللي جنبنا، يا رب ربنا يكرمها بابن الحلال يا رب. هي اللي بتاخد أول الشهر الكارت بتاعي ده اللي اسمه ATM، هو ده، وبتقبض لي المعاش بتاعي وتجيب لي أدويتي. وفي واحدة كنت مربيها زمان بتجيني تنظف البيت كل أسبوع وتعملي أكلتين، والله بيكفوني الأسبوع كله. الحمد لله الحمد لله يا رب. طيب أبلا كاميليا، لو احتجت أي حاجة أنا موجود أعملها لك. كتر خيرك يا حبيبي، كلك ذوق، كفاية إنك افتكرتني. أنا جايب لك معايا بقى شوكليت، بس إيه؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ لا هاخد على كده. لا لا لا، كانت الحلوة دي رب تعجبك بس. أكيد مادام أنت اللي جايبها. اتفضل. أيوة أيوة. ها إيه رأيك؟ الله حلوة بشكل. ممكن نكمل واحدة؟ طبعا اتفضل. اقول لك دي هشيلها كلها بعد كده. ولا اقول لك هاخد منها حته واشيل الباقي. العلبه كلها موجوده كمان. الله بتريح الاعصاب. طبعا. اشرب انت القهوه بقى. اوكي اتفضل. حبيبي خلي بالك خلي بالك خلي بالك. سوري سوري. ولا يهمك ولا يهمك. انا اسفه. ولا يهمك ولا اسفه. ولا يهمك. هعمل لك غيرها. لا لا خلاص خلاص خلاص، اكني شربتها خلاص. لا ما يصحش. لحظه واحده. طب تحبي اجي معاكي؟ لا انا اسفه انا اسفه انا اسفه.